يا مرحبا ومسهلا. اليوم راح اسوي معاكم خبز في البيت. لعجينة الخبز راح احط 3 اكواب من الطحين جميع الاستعمالات، ملعقة كبيرة اللي هي ملعقة طعام ونص سكر، نص ملعقة شاي، ملح، ربع كوب من الزيت النباتي، ملعقة كبيرة خميرة فورية، كوب ماي دافي، مو بحار، دافي يعني يكون تقدرين تحطون يدكم فيه. راح نعجنهم بالعجانة لمدة 10 دقائق باللي هو أداة الطحين، أداة الخبز. راح ندهن الصينية بالزيت وراح نحط العجينة بعد ما استوت عندنا ونغطيها بالنايلون ونحفظها تقريبا لمدة 1.5 ساعة في مكان يعني يكون دافي يعني بدرجة حرارة الغرفة. وهذه عجينتنا صارت جاهزة عندنا، راح أقسمها إلى كور وأخليها بعد ترتاح 1/2 ساعة وبعدين نخبزها. هذه عجينتنا كورناها، راح نغطيها بفوطة ونخليها تتخمر بعد 1/2 ساعة. والحين بعد مرور 1/2 ساعة على العجينة راح نفردها بهالشكل، ما نضعفها وايد بشكل دائري. بهالشكل وراح نحطها على صاج حار. راح نسخن الصاج، نخليه كلش يعني يحتر، ما يصير نحط الخبزة وهي باردة وهو بارد. راح نجهز اللي هو الصحن، راح نحط فوطة عشان كل ما نسوي خبز نحطه داخل ونغطيه علشان ما ييبس عندنا. والحين نخلي الخبز على الصاج ونتركها لين ينتفخ فوق، لا تلمسونها، خلوها لين تشوفون هني تنفخ عندكم وعقب نقلبها. هاي هي العجينة بدأت تتنفخ عندنا هني، هاي خبزنا صار جاهز عندنا. علينا وعليكم بألف عافية.